حد فقير علشان بفقر ونغنى زي العبد الأسير واخد مكاننا احنا على الأرض السلام ومصر لكل الناس المجد في العلا يسوع جيل الخلاص على الأرض السلام ومصر لكل الناس المجد في العلا يسوع جيل الخلاص يا كنيسة سنة وانتم طيبين. شكرا ان انتم يعني شاركتونا ليلة العيد. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد علينا جميعا يا رب. ودايما الترانيم بتبقى مليانة رسائل محبة وسلام وبشرى بالخير للعالم كله، واحنا السنة دي في أمس الحاجة لده. انا برحب بيكم ديفيد جورج ومريان اسكندر وليليان عبيد. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة. ميرسي. ليلة العيد عندكم ايه الطقوس بقى اللي بتعملوها؟ دخلونا معاكم كده في ليلة العيد. يعني احنا بنبقى صايمين طبعا، ليلة العيد بنبقى في القداس، سفرة جاهزة المفروض السفرة تبقى جاهزة طبعا. طبعا اكيد، وبيبقى جو عائلي يعني اكتر. يعني السنة دي كانت سنة صعبة جدا، يعني أكيد. العالم كله بيعيش سنة صعبة، وعلشان كده كمان الأعياد فيها طعمها مختلف، بنبقى مستنيين العيد. مظبوط. العيد السنة دي فعلا عيد مختلف، لأنه حوالينا بلاد كتيرة بتعاني، كل بلد بطريقة، في حروب. يعني العيد السنة دي فعلا مختلف، لأنه يعني احنا بنصلي انه احنا بنقول انه رئيس السلام ربنا جاي اصلا عشان ينشر السلام وعلشان يعرفنا يعني ايه محبة. اعتقد انه لو مش جوانا محبة حقيقية ومش بنعرف ربنا بشكل صحيح، يعني فعلا عارفين ربنا من جوه قلوبنا بجد، مش هنعرف نقدم محبة أصلا للناس. هو جاي يعلمنا كده، ربنا جاي يعلمنا كده. فلو احنا ما حبيناش ربنا وعرفنا ربنا بجد، عمرنا ما هنعرف ندي محبة لبعضينا. فأمين الناس تبقى أهدى وأحسن و ما تأذيش بعض، والحروب تبطل، وأي حد بيعاني بأي شكل. يعني أمين السنة دي تكون سنة مختلفة. السلام يمكن أمنية الناس كلها في العام الجديد، أمنية العالم كله في العام الجديد. ابتديتوا بترنيمة الحلقة والفقرة دلوقتي معانا، عايز أعرف تفاصيلها وبتدربوا إزاي وبتعملوا إيه عشان نشوف الترنيمة اللي احنا ابتدينا بيها دي. هي الترنيمة دي احنا في آية بتقول ان يسوع هو يعني إله مشير عجيب قدير أبا أبدين رئيس السلام، فهي دي متاخدة من الآية دي ومكتوبة. يعني
دي آية، دي ترنيمة قديمة وفي الكنائس كلها بنرنمها كتير قوي قوي، محبوبة جدا لأن هي كلامها كتابي قوي، فعشان كده هي لمسة قلوبنا قوي، يعني إن هو فعلا يعني على الأرض السلام وفي الناس المسرة، وفعلا الرب جه علشان يكون في سلام زي ما مريان كانت بتقول. فيعني احنا الترنيمه دي تعتبر قريبه من قلبنا جدا، يعني احنا لازم كل عيد لازم بتتقال، يعني بنقولها كده. في ترانيم باللغه العربيه وفي ترانيم بلغه غير عربيه. قصدك القبطي؟ في قبطي طبعا. وانتوا يعني ايه الدارج اكتر؟ لانه احنا بنفهم اكتر اللغه البسيطه دي، وبعدين احنا لما يعني بتحصل حاجه فبنقعد ناس كتير بتوضح اكتر الكلام، بيبقى في كلام كتير مش واضح لنا. الترنيمه اللي انتوا ابتديتوا بيها كلها كلامها واضح. هو في فعلا كان كتير قوي اللغات عده، يعني مش بس اللغه العربيه. في اصدقائي كتير كانوا بيفتكروا نفس اللي قلتيه بالظبط، انه ايه ده احنا ما كناش نعرف ان الترانيم مفهومه كده. يعني قلت لهم لا، يعني الترانيم هم كانوا يعني متخيلين انه القبطي اللي بيسمعوه في القداس في ليله العيد او في اي قناه جايبه القداس. لا احنا بنسمع في الافراح برضو لما بنروح بنسمع ترانيم يعني معتاده بنفهم. ممكن بس يمكن مش دارج قوي للناس ده. ما اعرفش يعني، اتقال لي كتير الموضوع ده وبستغرب يعني. بس لا، عشان كده بسالك عن اللغه. هو في فرق بين الالحان والترانيم. الالحان بتبقى اغلبها بالقبطي، لكن الترانيم بتبقى عاديه. يعني حتى في ترانيم بتبقى مترجمه، يعني بتبقى ترانيم اجنبي اصلا مترجمينها عربي، بس كله بيبقى عربي عادي، لكن الالحان هي اللي بتكون قبطي في القداس وبتبقى صعبه شويه. يعني مش صعبة. انا كنت لسه هسالكم، وانتوا بتتدربوا على الاثنين ولا بتعملوا ايه؟ بصي احنا احيانا كنا بنسجل في الاستوديو حاجات بالقبطي وبنحفظها في لحظتها، كلمه كلمه بقى، يعني بنحفظ جمله او كلمه. احنا ممكن الكلمه تاخد، بتبقى لحنها كبير جدا جدا، زي اللي بيغني بالهيروغليفي. الهيروغليفي بالنسبه له هو بيقرا برضو كلام، هو يعني لغه مش عارفها. لا بس احنا بنبقى عارفين الترجمه واحنا بنقول اللحن ده، احنا عارفين ترجمته ايه بقى. ابتي صعب. مش اي حد. ديفيد كل سنه وانت طيب ومنورنا. معلش احنا الستات دايما بنتكلم اكتر، فيعني وخدنا وقت على ما وصلنا لك. كل سنه وانت طيب. ليله العيد بالنسبه لك بقى ايه، ويعني طقوسك كده في ليله العيد؟ الأسرة والكنيسة والقعدة كلنا مع بعض، يعني دي بتبقى بتفرق معانا. كل واحد دايما بيبقى مشغول في حياته، صح، ويعني بنصدق ان احنا اي وقت نقرب فيه يعني. طيب هنختار ايه بقى دلوقتي؟ عايزين ترنيمة كمان. ممكن نقول مجهز لنا كذا حاجة انا عارف. احنا ممكن نقول ليك المجد يا فدينا. Thank you.
مين بيكتب الترانيم؟ يعني انتوا مثلا يعني فريق معين بتشتركوا في الموضوع كله على بعضه؟ فهموني اكتر. لا في ناس يعني في ناس بتكتب وفي ناس بتلحن وفي فرق يعني على حسب يعني. انتوا مشتركين في فرق ولا لا؟ بصي احنا خدام بنرنم في اي حته واي مكان. يعني انا في فتره من الفترات رنمت في فرق كتير جدا، واعتقد برضو ليليان رنمت في فرق كتير. وبنعمل بقى يعني احنا ممكن احنا شخصيا نعمل ترانيم بعيد عن اي فريق يعني. ليليان عامله ترانيم كتير، انا على قد ما اقدر بعمل. احنا عندنا خدام ومرنمين كتير جدا يعني. يعني انا قصدي ان انتوا المجال ده بالنسبه لكم بتاخدوه بشكل شخصي لوحدكم، ولا انتوا في لا في مجموعه بيساعدكم؟ يعني عندك صديقه بتكتب لك، عندك صديق بيلحن؟ ده كان قصدي. عندنا ناس طبعا كتيره بتكتب كلام جميل، خدام موهبتهم الكتابه. يعني بيبقى على قلبهم كلام معين. في ناس بتكتب كلام كتابي من الكتاب المقدس زي الترنيمه الاولانيه، زي ما كانت ليليان بتقول انه ياخد ايه معينه من الانجيل ويبتدي يكتب عليها كلام. وفي ناس ممكن تكتب مشاعرها في ترنيمه معينه عن السلام، عن المحبه كده يعني. عندنا ناس كتير بتكتب وناس متخصصه في انها بتلحن، وفي ناس بتعمل الاثنين، بتكتب وتلحن. مثلا احنا بنسمع لترانيم كتير لفيروز، يعني من اشهر الترانيم طبعا. ممكن نسمع حاجه ليها؟ مش محضرين. مش محضرين حاجه بصراحه. الفكره ان احنا اصلا مش عاملين بروفا كمان دلوقتي، احنا بنعمل بروفا على الانترنت كده على الهواء معاكم، واحنا دلوقتي بنعمل بروفا معاكم. بس سوري مش محضرين حاجه. لا احنا مستمتعين جدا جدا باللي انتم مختارينه لنا، وانتم اختاروا واحنا معاكم. يلا بينا. طيب هنقول دلوقتي ترنيمه اسمها شعبك يعلن بيك ايمانه ويتمسك بوعودك، انت رعينا وكل ملينا وبتغمرنا بجودك. شعبك يعلن بيك ايمانه ويتمسك بوعودك، انت رعينا وكل ملينا وبتغمرنا. شعبك يعلن بيك إيمانه ويتمسك بوعودك، انت رعينا وكل ملينا وبتغمرنا بجودك. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. ومهما اشتدت حرب علينا اعلن روحك فينا.
عايز اسالكم على الاثر النفسي للترنيم، يعني هل بيفرق معاكم نفسيا لو عندكم مشاكل عادي متضايقين من حاجه صعب، يعني حاجه صعبه، سنه صعبه زي اللي عدت علينا كلنا دي، زي ما الانشاد وانا بسمع المنشدين دايما يقولوا كده بيخرجهم من اي جو هم فيه، موضوع الترنيم ده بيفرق معاكم نفسيا ازاي؟ ينفع اقول انا؟ طبعا عشان انا يمكن الموضوع ده انا شويه مش بعرف اعبر عن اللي جوايا بالكلام. اوكي. فالترانيم هي اكتر حاجه ممكن تخليني اطلع اللي جوايا في كلام حاسه بيه. ممكن ما بقاش قادره اصلي، مش قادره اتكلم مع ربنا، فاكلمه بالترانيم، اصلي بالترانيم، فبتاثر طبعا، اكيد بتاثر فينا. والكلام يعني اول حاجه بتمس الواحد في اي ترنيمه بيسمعها او انا شخصيا هي الكلام. انا وانا برنم انا يعني سرحانه في الكلام، رؤيه كده طبعا، والوجه المشترك للموضوع كله بالنسبه لي انا من بعيد المحبه والسلام والفرحه لكل الناس. اكيد. ديفيد انت ازاي بتتاثر بالموضوع؟ الترنيم بالنسبه لي كل واحد يعني بتبقى حاجه، انا اول حاجه بحبها الاغاني نفسها، الصوت الريتم نفسه او كده، وبعدها بيجي الكلمات يعني. اوكي. بتتدرب من وانت عندك كام سنه؟ صحيح. بيشد اللحن يعني من وانا صغير قوي، تقريبا 5 سنين حاجه كده يعني. ما شاء الله. انت النهارده اضفت لنا كتير يعني. احنا اسفين احنا واخدين الكلام منك، يعني قاعده مع 3 ستات موضوع صعب عليك جدا النهارده. انت منورنا النهارده واسعدتنا ومليتوا علينا الاستوديو فرحه وبهجه ونقلتوا لنا حاله العيد جوه الاستوديو. هنخلص ونطلع كلنا الشارع نفرح ونستمتع بالعيد والاجواء المصريه المعتاده دي. عايزه اسالك نفس السؤال يا ليليان، بتحسي بايه وايه اللي بيأثر فيكي وانت بترنمي؟ ولو حد ما بيرنمش بتشوفي ده ازاي ممكن يبقى لا ناقصه كتير؟ لا بصي، الترانيم بتنقل. ما هو ممكن حد يقول لك انا صوتي وحش يعني ما اقدرش ارنم. لا اي بلعبس. حد ممكن يرنم، يعني اي حد يرنم. اصل الترانيم بس انا باخد بالي ان معظمهم صوتهم حلو الصراحه. لا مش كله يمكن. يعني عشان هما بيبقوا كتير فاللي باينين لينا صوت حلو. لا انا فاهمه قصد ليليان، بس هي تقول لك قصدها ايه يعني. بس يعني الترانيم دي عباره عن حاله. انا دلوقتي جوايا كلام كتير قوي، ساعات كتير ما بقف قدام ربنا مش بعرف اخرجه. فممكن ترنيمه زي دي كلامها تخليني تقولي اللي جوايا بالظبط، تلمسني قوي، تلمس حته جوايا قوي انا مش عارفه اخرجها، فتخليني اقف قدام ربنا، اصلي اكتر واطلب منه اكتر. والترانيم الحلاوه اللي فيها ان هي مواضيعها مختلفة. يعني في حاجة اسمها تسبيح، التسبيح دوت اللي هو أنا بس بمسك شخص ربنا وبشكره وبمدحه وبشوف جماله وصفاته، فده التسبيح، ده ليفل اعلى. عشان كده كنت بقول لكم انا بحس انه في رؤيه في كل واحد. اكيد بالظبط طبعا. التسبيح ده بيبقى ليفل اعلى. الترانيم دي عباره عن انا صلاه جوايا، انا بطلب حاجه من ربنا، في تعب جوايا يا رب تعالى، يعني فهماني. الترانيم اللي انا بصلي ربنا، صلوه ربنا، فكل صلوه بقى جواها حياه بقى، يعني عيشه يعني. بس فأي حد طبعا يعني مش لازم يبقى صوتي حلو عشان اقعد اصلي بترنيمه، او عجبتني ترنيمه مرنم بيرنمها واثرت فيا، فلا
رنموا يا جماعه يعني اي حد نملى الدنيا ترانيم حب وسلام يا رب دايما طول الوقت. كل سنه وانتم طيبين، وانا بشكركم شكرا جزيلا. وهنختم معاكم، مش انا اللي هختم الحلقه لكن اشكركم ضيوفي النهارده، كل سنه وانتم طيبين، ديفيد جورج وماريان اسكندر وليلين عبيد، شكرا جزيلا على وجودكم معانا. كل سنه وانتم طيبين، وعندنا كحك بعد الهوا هنخلص وهندوقكم الكحك بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين. ميرسي. اتفضلوا بقى انتم اختموا لنا واختاروا لنا الترنيمه اللي نختم بيها. احنا هنختم بمبارك شعب مصر، بما اننا في مصر فاحنا بنصلي مصر كلنا مع بعض. وصوت الحزن